هذه سكايا نوع آخر. طبعا أوتوماتيك. هاي المي. أنا ملاحظ إن المي حمرة شوية. ما حاطط فيها علاج. فيها علاج. العلاج ده اللي أنا بستخدمه. أها. بيمنع منع باك نقل المرض من طير إلى آخر. آه. بيمنع نقل المرض من طير إلى آخر. يعالج بعض الأعضاء. بس الاوامه كل ما الميه تقل يبدا يزنها ميه اوتوماتيك على طول. بنشوف كده الميه بتطلع عادي. دي عوامه عاديه خالص. عوامه عادي. طيب بالنسبه لده طبعا الحمام اللي هو الاستركات الامهات الفخ كله جماعي. الجماعي طبعا هو تأكيد تكذاب عن أنزلين. بعدين عيالهم بيأخذوا بعض. أنا قلت ممنوع من أنبات تجديد الدم. مفيش حاجة اسمها تجديد دم عندي. ممتاز. حمام هو نفسه سلالة واحدة. وتسيب الحمام في بعضه يعني لو صار في أي خطأ من ذكر أو من أنثى معناته هو نفس السلالة ما عنده مشكلة. ما فيها مشكلة يعني كل اللي موجود سلالة واحدة. سلالة واحدة. سلالة واحدة. سلالة واحدة مكونة من أربع سلالات. تمام. الفندلويني. تمام. الفالون. تمام. حمام السيدة كيما. تمام. يعني في عندك الكيان أردن والكيبر داخل في نفس الحمام. معناته في أربع خمس سلالات كلها مخلوطة ببعض مسافات طويلة. ما عندي حمام مسافة قصيرة. طيب هل أنا كغاوي زاجل ممكن أفرق بين أنواع السلالات وبعضها؟ يعني الفالون مثلا أقدر أفرقه عن الجيان أردن مثلا عن الجونسون؟ طبعا 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 يفرق عن طريق معلومات العين. معلومات العين. معلومات العين تبين. الحمام لما يكون مجموعة سلالات عندي عين خاصة بصاحب الطيور. بتكون الخصائصية دي له هو. يعني زي كان في عنده عيون معينة هذه سلالاته. فهي موجودة عند ملك. المالك هذا بعد الجنازة. عندنا احنا في عندنا بعض العيون اللي انا طلعتها في الاخير هذا الكلام يعني بعد تركيبات فوق ال 30 سنة. تمام. طلعنا الحمام اللي هو معلومات عيونه تختلف عن معلومة الفاقات لانه اخذنا نسب من هذا على هذا ومن هذا على هذا بنسبة حمامنا احنا مختصين به. تمام. والحمام مسافات طويلة. طيب انا بشكر حضرتك جدا جدا. هيكون لي طبعا اللقاءات الثانيه دلوقتي هنسجلها ان شاء الله. شكرا. شكرا على وقتك. الله يكرمك يا رب. الله يحفظك. اخواننا وحبايبنا واصدقائنا كل ما انا اريده وانت تريده معرفه الناس بالحاجه الصحيحه. بشكر حضرتك جدا. تسلم يا رب. مرة مع خالد فريد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.